هذه الفقرة بالتأكيد دائمة مع زميلنا محمد المصطفى. أهلا ومرحبا بك محمد، صباح الخير. صباح الخير إيمان، صباح الخير معتصم، وصباح الخير لكل المتابعين. صباح الخير محمد وإيمان. الخبر الأول عندنا شنو؟ إحنا عندنا في نهائي كأس السودان، يعني واحدة من المباريات المهمة، المريخ يلاقي هلال التبلدي، نتكلم عن هي مباراة السابع من هذا الشهر، السابع من أكتوبر في استاد الخرطوم، مباراة وحيدة في نهائي كأس السودان. هلال وبيض استطاع أن يصل للمباراة النهائية المرة الثانية في تاريخه، خسر اللقب كان أمام الهلال في استاد مدني. يسعى هذه المرة للتتويج بلقب كأس السودان ووضع أول ألقاب له في مسيرته الاحترافية بطولة كأس السودان. هلال أبيض وصول المباراة النهائية كان أقصى حامل لقب الأهلي شندي في الموسم الماضي، أقصاه بهدفين دون مقابل في استاد الأبيض، وبالتالي متحمس بشكل كبير جدا بعد أن ضمن أيضا التأهل الإفريقي للموسم القادم لأن يفوز بلقب محلي، هو لقب مهم جدا، هو لقب بطولة كأس السودان. أعتقد أن هلال أبيض بإمكانه أن يفوز بهذا اللقب، خاصة أنه يمتلك مجموعة ممتازة من اللاعبين وأصحاب الخبرة إن كان على مستوى المنتخب الوطني أو على مستوى المشاركات الإفريقية بالنسبة لهلال أبيض. الطرف الثاني في اللقاء فريق المريخ العاصمي وصل إلى هذه المباراة النهائية، لم يصل إلى نهائي النسخة الماضية من كأس السودان، متطوق جدا هذا الموسم للتتويج بالثنائية المحلية، عنده فرصة كبيرة للتتويج بلقب بطولة الدوري الممتاز في حال انتصاره في المباراة الأخيرة على مريخ الفاشر، سيتوج رسميا ببطولة الدوري الممتاز والفرصة للتتويج أيضا بلقب بطولة كأس السودان والجمع بين الثنائية المحلية والذهاب بعيدا في البطولة العربية. طموحات نادي المريخ مع المدرب التونسي يامن الزلفاني، وبالتالي المريخ يضع هذه المباراة نصب عيونه بشكل كبير جدا للتتويج بلقب بطولة كأس السودان، وقبل ذلك بكل تأكيد مباراة مريخ الفاشر في بطولة الدوري الممتاز. طيب إذا سألنا المباراة والخرطوم، هل دي فيها ميزة للمريخ؟ والله يا اخي اذا يعني رجعنا بالذاكره ل يعني القدره الكبيره لنادي هلال الابيض وفوزه على المريخ في استاد المريخ تحديدا بخمس اهداف مقابل هدفين، اعتقد انه تشكل هاجس بالنسبه لفريق هلال الابيض. ربما يعني المريخ يستمتع في هذه المباراه انه لم يكن هنالك سفر لولايه شمال كردفان، وبالتالي المريخ سيكون مرتاح بعد العوده من الفاشر، لكن المباراه يعني غير سهله بكل تاكيد لنادي المريخ. فريق هلال أبيض يمتلك امكانيات كبيره جدا في الادوار الاقصائيه، خاصه انه اقصى عدد كبير من الانديه اخيرا حامل لقب الاهلي شندي، وبالتالي يصل هذه المباراه وفرصته 50-50 مع المريخ، لا توجد افضليه بالنسبه لفريق المريخ على هلال أبيض والمباراه في استاد الخرطوم. نعم. الصورة الممتاز، خلينا نتكلم عن السعود الممتاز، واحدة من الامور اللي احنا تكلمنا عن اهلي مدني والرابطة كوستي. مباراة فاصلة بين الفريقين حددت يوم الخميس، مباراة الرابطة كوستي والاهلي مدني. تأهل مباشرة فريق الموردة العاصمي تصدره للمرحلة الختامية في الدوري التأهيلي بسبع نقاط، وبالتالي عاد بعد غياب قرابة الأربع أعوام عن بطولة الدوري الممتاز، المورد يعود من جديد لمنظومة الدوري الممتاز. فريق الأهلي مدني وفريق الرابطة كوستي، هذا الموسم فقدنا أندية مدني في بطولة الدوري الممتاز، فرصة كبيرة جدا في حال انتصار بالنسبة للأهلي مدني على الرابطة كوستي أن يصل مباشرة إلى منظومة الدوري الممتاز. حتى وإن خسر في هذه المباراة سيلعب مباراة فاصلة، مباراة تليق الصعود أو البقاء في الدوري التأهيلي مع سادس أو سابع الدوري الممتاز لكرة القدم في دوري العشرة. رابطة كوستي أيضا هبط الموسم الماضي، لكن يبدو أنه مجلس إدارة نادي رابطة كوستي والقائم على أمر النادي تحديدا في ولاية النيل الأبيض يعون تماما أهمية وجود أندية كوستي في منظومة الدوري الممتاز، وبالتالي أيضا هو متطلع بعد هبوط رسميا من ريخ كوستي من منظومة الدوري الممتاز هذا الموسم، يسعى الرابطة يعود من جديد للمحافظة على الوجود بالنسبة لولاية النيل الأبيض ضمن منظومة الدوري الممتاز. مباراة صعبة جدا بالنسبة للفريقين، وستكون يعني مباراة يعني نهائية بأي حال من الأحوال، يعني الفائز في هذه المباراة سيصل بقة المورد إلى منظومة الدوري الممتاز، والخاسر سيكون له فرصة أخرى في لعب مباراة سنتر ليج الصعود والبقاء. ممكن نتكلم عن تأثير مباراة مريخ الفاشر على مباراة المريخ في نهاية كأس السودان؟ هو كنت أكيد التأثير ربما يكون من الناحية المعنوية بشكل كبير جدا، يعني في حال الانتصار المريخ على مريخ الفاشر والتتويج بلقب بطولة الدوري الممتاز، أعتقد بإمكانه أن يصل مباراة كأس السودان بمعنويات كبيرة جدا ويكون أمام فرصة للتتويج بالثنائية. في حالة التعثر بالنسبة لفريق المريخ أمام فريق مريخ الفاشر وانتصار الهلال على هلال الأبيض
ومباراة أخرى بالنسبة للهلال أمام المريخ الفاشر، سيكون لقب بطولة الدوري الممتاز بالنسبة لفريق الهلال، وأعتقد هي صفعة قوية لنادي المريخ، خاصة أنه الاتحاد الدولي لكرة القدم خصم 6 نقاط بالنسبة لفريق الهلال في بطولة الدوري الممتاز، وهذا عدد كبير جدا من النقاط كان بإمكانه أن يهدي لقب بطولة الدوري الممتاز بأريحية كبيرة لنادي المريخ، أن يفرط في هذه الفرصة، خاصة أنه الموسم الماضي أيضا المريخ كان يدخل مباراة الختام الموسم أمام الهلال بفرصتين، التعادل أو الانتصار، فقد بطولة الدوري الممتاز لصالح الهلال. أعتقد أن المريخ سيكون مركز بشكل كبير جدا على مباراة مريخ الفاشر، في حال الانتصار سيصل بشكل ممتاز لمباراة نهائي كأس السودان أمام فريق هلال أبيض. جميل، نتمنى إن شاء الله التوفيق بإذن الله، يعني وأنت تعيش يعني الكرة السودانية ونمشي كده القدام زي الدوري الإنجليزي مثلا، خلينا يعني المتابع للدوري الإنجليزي هذا الموسم، يعني صراع الصدارة مانشستر سيتي وتشيلسي وفريق ليفربول، يعني يبدو هم مسيطرين تماما على بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، لكن السؤال المحير بالنسبة لمتابعي الدوري الإنجليزي الممتاز، فريق مانشستر يونايتد يعني من أداء سيء إلى أسوأ رفقة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، خسارة كانت أخيرة أمام ويست هام يونايتد ب3 أهداف مقابل هدف، ربما قللت كثيرا الأيام المتبقية لجوزيه مورينيو في ملعب أولد ترافورد، وربما الإقالة ستكون حاضرة في مقبل المواعيد، خاصة أنه في بطولة كأس الرابطة الإنجليزية خروج أمام ديربي كاونتي أحد أندية الدرجة الثانية في الدوري الإنجليزي الممتاز، وبالتالي كان خروج مر لجماهير مانشستر يونايتد من الدور الأول لكأس الرابطة الإنجليزية، خسارة كانت أخرى أمام ويست هام كما ذكرنا، يعني جعلت الجميع لعشاق مانشستر يونايتد والجماهير تطالب برحيل المدرب جوزيه مورينيو، خاصة أنه الأجواء أصبحت غير ملائمة تماما، والمشاكل الكبيرة بين نجم الفريق الأول بول بوجبا والمدرب البرتغالي جوزيه مورينيو. التحدي القادم بالنسبة لفريق مانشستر يونايتد على ملعب أولد ترافورد أمام واحد من أهم أندية أوروبا، نادي فالنسيا الإسباني، يلعب كرة قدم جميلة، في حال الخسارة أعتقد أنها ستكون المباراة الأخيرة بالنسبة لجوزيه مورينيو رفقة مانشستر يونايتد، الخسارة أمام فالنسيا يوم الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا ستعني بشكل كبير جدا إقالة جوزيه مورينيو، وربما يكون البديل هو زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد السابق، خاصة أن الصحافة الإنجليزية ذكرت أن هنالك مفاوضات متقدمة بين إدارة نادي مانشستر يونايتد والمدرب الفرنسي زين الدين زيدان، وأعتقد أن زين الدين زيدان ربما يكون موجود في الفترة القادمة في تدريب مانشستر يونايتد. حكاية جوزيه مع الكبار اللاعبين، يعني دائما في كل نادي بتحدث بعض الإشكالات، يعني جوزيه مورينيو شخصيته صعبة جدا، يعني نعم هو مدرب حقق إنجازات كبيرة جدا مع أندية مختلفة، والكل يعرف أنه يعني أحد أهرام كرة القدم في الجوانب التدريبية، فاز بلقب دوري الأبطال رفقة فريق إنتر ميلان، قاد ريال مدريد، توج بلقب دوري الأبطال رفقة ايضا بورتو البرتغالي في 2004، فاز بلقب الدوري الانجليزي الممتاز رفقه تشيلسي، كذلك كاس الدوري الاوروبي رفقه مانشستر يونايتد، عدد كبير جدا من الالقاب بالنسبه للمدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، لكن الكل يتحدث انه الطريقه التدريبيه بالنسبه لجوزيه مورينيو اصبحت معروفه ومهضومه بالنسبه لكل المدربين والمنافسين، يعني الاعتماد على الدفاع ثم الدفاع يعني اصبح مكشوف لكل المدربين، وبالتالي هذا يعني شكل عدد كبير جدا من التعب بالنسبه لفريق مانشستر يونايتد، حتى تصريح اللاعبين في بعض الاحيان ذكروا انه فريق مانشستر يونايتد فريق كبير لابد ان يلعب باسلوبه بشخصيته الهجوميه المعروفه، الاعتماد على الدفاع ربما يكون يعني مر بالنسبه لفريق جماهير مانشستر يونايتد، وشاهدنا يعني خسائر متتاليه، اداء متذبذب، مجموعه من التعادلات، وأصبح المدرب الآن في المحك وأصبح متوتر بشكل كبير جدا، والمشاكل أصبحت تتوالي، يعني عدد كبير جدا من النجوم على رأسهم بول بوجبا، كذلك مشاكل أيضا مع فريق تشيلسي مع عدد من النجوم، ربما الشخصية الصعبة بالنسبة لجوزيه مورينيو هي الآن ما شكلت عائق بينه وبين الأداء الممتاز بالنسبة للاعبين في فريق مانشستر يونايتد، يعني فريق مانشستر يونايتد من الأندية الكبيرة، أتمنى أنه يعود ويكون يعني أحد الأندية الممتعة في كرة القدم، وعدم الاعتماد على الأسلوب الدفاعي السيء اللي شاهدناه مع جوزيه مورينيو. نعم، من الدوري الإنجليزي للدوري الأسباني، نتحدث شوية عن هذا الدوري. يعني جولتين على التوالي، تعثر الكبار ريال مدريد وبرشلونة، استفهام كبير حول قدرة ريال مدريد وبرشلونة هذا الموسم على حصد الألقاب، ونتحدث عن حصد الألقاب بشكل أكبر على المستوى القاري والحديث حول بطولة دوري أبطال أوروبا. نبدأ بريال مدريد، يعني فترة انتقالية، ريال مدريد رفقة زين الدين زيدان الموسم الماضي
حافظ على 3 ألقاب متتالية في دوري أبطال أوروبا، وعزز الرقم القياسي ب 13 لقب في البطولة الكبرى في دوري الأبطال. انتقال كريستيانو رونالدو، تقديم زين الدين زيدان لاستقالته ربما شكل صدمة بالنسبة لجماهير ريال مدريد، يعني أصبح لا يوجد نجم فريق أوحد في ريال مدريد. لوبوتيجي حتى الآن لم يجد التشكيلة المناسبة وحتى الأسلوب المناسب بالنسبة لفريق ريال مدريد. خسارة كانت أمام إشبيلية في الجولة السابقة بثلاث أهداف، وفي هذه الجولة تعادل سلبي أمام أتلتيكو مدريد في ملعب سانتياغو برنابيو قبل المواجهة المهمة بالنسبة لفريق ريال مدريد أمام شختار دونيتسك الأوكراني في دوري أبطال أوروبا. ربما شخصية ريال مدريد هزت يعني في الفترة الأخيرة، وأصبحت ثقة الجماهير قليلة في المدرب وفي اللاعبين على الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا المحافظ على هذا اللقب. بالنسبة لفريق برشلونة، الكل يعرف تصريح القائد ليونيل ميسي في بداية الموسم، ذكر أنه الأهم هذا الموسم هو التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا بالنسبة لبرشلونة، خاصة أنه غايب عن خزائنه من موسم 2015 حينما توج على حساب فريق يوفنتوس الإيطالي. البداية كانت جيدة في دوري الأبطال الرباعية في مرمى آينتهوفن، ثلاثية كانت منها بالنسبة لميسي، لكن بعد هذه المباراة يعني توالت التعثرات، يعني خسارة كانت أو تعادل أمام جيرونا بهدفين لكل، خسارة أمام المتزير ريال بيتيس بالنسبة لفريق برشلونة، وبعد ذلك التعادل الأخير كان أمام أتلتيك بلباو، يعني مجموعة من النتائج السلبية. والحديث هنا والاتهامات حول تنظيم الدفاع بالنسبة لفريق برشلونة واللاعب الكبير جيرارد بيكي ربما أصبح يعني يعطي الهدايا للخصوم، وبرشلونة أعتقد على المستوى الدفاعي لابد أن تعيد حساباتها، خاصة أنه تمتلك ميسي في الهجوم، وبالتالي من ناحية الهجومية برشلونة فريق ممتاز. بيكي كما يحدث أيضا في ريال، أيضا واحد من أفضل المدافعين في ريال أيضا من هذه الأيام، يعني مارسيلو وأيضا راموس، يعني وفاران، يعني صراحة أداؤهم متذبذب للغاية رغم دخولهم 3 منهم داخل منظومة المنتخب العالمي يعني. بالنسبة للفيفا نعم. للفيفا نعم. إحنا بنحييك كثير مصطفى، وسعدنا بك في هذا الصباح. شكرا معتصم، وشكرا لمان، وشكرا لكل المتابعين. شكرا جزيلا لك معتصم. بالتاكيد الشكر ايضا موصول لكل مشاهدي ومتابعي قناه الشرق الفضائيه على متابعتهم لنا خلال هذا اليوم، يوم الاثنين، في قدمنا كثير من الفقرات المختلفه والمتميزه، وشرفونا عدد كبير من الضيوف داخل الاستوديو. كل التحايا العطره لكم مشاهدينا، ونتمنى ان شاء الله دائما انه نوفق في تقديم كل ما هو ممكن. امنيات الصحه والعافيه للجميع، وبسودان مستقر معافى وبتفاؤل يكون موجود خلال هذا اليوم. أمين. شكرا لكم. شكرا إيمان، ونحيي كل المشاهدين اللي تابعونا، وحتى نلتقي في حلقة أخرى لكم دائما أحلى تحية. إلى اللقاء.